رح نبدأ بهاي المحاضرة بشابتر 7، وشابتر 7 حنبلش نحكي عن الألكحولز والفينولز، وبآخر الشابتر حنحكي عن الثيولز. طبعا احنا بنعرف الألكحولز والفينولز، سبق وتعرفنا عليهم. دائما الألكحولز والفينول اللي هما بيكون فيهم مجموعة اللي هي الهيدروكسيل جروب أو اللي هي الـ OH جروب. طبعا الأيوباك نيم أو طريقة تسمية الهيدروكسيل جروب دائما بتكون بانه بينتهي الاسم ب او ال، تمام، او في الكومن نيمز بيكون كاتب لي باخر الاسم الكحولز. طبعا احنا حنلتزم مبدئيا بالايوباك نيم، فدائما طريقه تسميه الالكحولز نفس الطريقه اللي كنا نستخدمها بتسميه الالكين، ولكن راح نستعيض عن اخر حرفين او اخر حرف اللي هو الاي بي او ال. فعلى سبيل المثال إذا كان في عندي CH3OH، بنعرف إنه CH3 هي عبارة عن ميثين، ولكن بنشيل الـ E وبنحط بدالها OL، بدلني إنه هذا في عندي أنا الكحول. طبعا الـ common name هنروح نسمي المثل لحال ونحكي مثل الكحول، مثل الكحول. لو كان في عندي كربونتين CH3CH2OH، نعرف انه هذا سكربونتين ايثان، ولكن في عندي هيدروكسيل جروب، فبالتالي بصير اسمه ايثانول. الكومون نيم هنسميه ايثيل، بعدين نحط بعديها كونه في عندي او اتش بنحط عندي الكحول. ثلاث كربونات، طبعا لما يصير في عندي ثلاث كربونات او اكثر بصير يلزمني احدد مجموعة الهيدروكسيل جروب، سواء كانت على الكربوني رقم واحد او الكربوني رقم اثنين او الكربوني رقم ثلاثة. طبعا واحد وثلاث بده يكون دائما نفس الاسم الا اذا كان في عندي تفرعات ثانيه. الشغله الثانيه، دائما الترقيم ببلش من جهه الهيدروكسيل جروب، فالكربون اللي بيكون عليها الاو اتش دائما بتاخذ رقم واحد، تمام، اذا كانت هي اللي هي القرفيه. بمعنى اخر دائما بندور على اطول سلسله، وبعد ما نحدد اطول سلسله بيكون دائما الترقيم اقرب لمجموعه الهيدروكسيل. فبالتالي هذا المركب حيكون اسمه واحد بروبانول، بروبانول لأنه أنا في عندي ثلاث ذرات من الكربون بروبين اللي هي أطول سلسلة، فبالتالي بنشيل الإي وبنحط بدالها أو أو إتش أو أو إل، فبصير عندي واحد بروبانول. زي ما حكينا لما يكون عندي ثلاث ذرات كربون أو أكثر مكان الهيدروكسيل جروب ممكن يختلف. على سبيل المثال هون كان عندي على الكربون رقم واحد، هون موجود عندي بالوسط على كربون رقم اثنين، فبالتالي هذا نفس الشيء في عندي هاي أطول سلسلة. طبعا اطول سلسله لازم يكون هي السلسله اللي موجود فيها كمان الاو اتش، فبالتالي هذه اطول سلسله، فانا في عندي بروبين كونه في عندي او اتش سميناه بروبانول، والان على موقع اثنين لازم احدد انه انا في عندي اللي هي مجموعه الهيدروكسيل جروب. لو كان في عندي اربع ذرات من الكربون، اذا كانت كلياتها جايه على شكل سلسله متواصله ما في عندي اي تفرعات، بنعد الكربونات 1 2 3 4، فهذا بيوتانول. على كربوني رقم 1 في عندي اللي هي الهيدروكسيل جروب، او زي ما حكينا الكومون نيم دائما بنسميها هاي اسمها بيوتيل، فبنسميه بيوتيل الكحول. الان اذا كانت الكربوني او الهيدروكسيل جروب موجود على الكربون الثانيه زي هذا المثال، ففي عندي 1 2 3 4، كذلك الامر هذا بيوتانول. على الكربون رقم 2 في عندي اللي هي مجموعة الـ OH، فعشان هيك حطينا اللي هي الاثنين هون. لو كان في عندي اللي هو هذا المركب، بندور على أطول سلسلة، فأطول سلسلة اللي فيها الـ OH هي بتكون 1 2 3، هاي أطول سلسلة، فأنا في عندي بروبانول لأنه في عندي الـ OH. البروبانول زي ما حكينا دائما بنرقم من جهتها، فبدي يكون الكربوني هاي رقم 1، الكربوني هاي رقم 2. فعلى رقم 2 في عندي مثل، فكتبنا 2 مثل، وعلى مكان رقم 1 في عندي بروبانول، فسميناه 2 مثل 1 بروبانول. أو زي ما تعلمنا هاي المجموعة اسمها ايزوبيوتيل بدون الـ OH، فهذا نسميه ايزوبيوتيل الكحول. كذلك الأمر بهذا المركب، نفس الشيء في عندي 4 ذرات من الكربون، ولكن بندور على اطول سلسله فيها او اتش، فاطول سلسله حيكون دائما اللي هي موجود في عندي اللي هي 1 2 3 اللي هم ثلاث ذرات من الكربون. لو اخذنا بهذا الشكل بيكون عندي ذرتين، فاكيد هاي مش اطول سلسله،
أطول سلسلة فيها عدد كربونات، ومن ضمنهم الكربون اللي عليها الهيدروكسيل هي هذا اللي موجود بشكل عمودي CH3 CH3، فبالتالي هذا اسمه بروبانول. واحد اثنين، فعلى موقع اثنين عندي بروبانول، وكذلك الأمر على موقع اثنين في عندي ميثيل، فهذا بنسميه اثنين ميثيل اثنين بروبانول، أو بنسميه تيرشري بيوتيل الكحول. كذلك الأمر إذا كان في عندي مركب سايكليك، هذا سايكلوهيكسين، لأنه أنا في عندي 6 ذرات من الكربون وعندي عليها مجموعة OH، فبالتالي هذا بنسميه سايكلو هيكسانول. لو كان في عندي تفرعات على أي واحدة من الكربون هون، بنبلش الترقيم من عندي الأو OH، بنحكي 1 2 3 على سبيل المثال، بنسميه هذا التفرع. لو كان في عندي الكين وبنفس الوقت في عليه أو OH، نستخدم نفس الأسلوب، بندور على أطول سلسلة. أطول سلسلة هي عبارة عن 3 ذرات من الكربون، فهذا بده يكون بدل بروبين بروبين، تمام. وفي عندي او اتش، فبنحط او ال بالآخر. الآن بدي أحدد مكان شغلتين، بدي أحدد مكان الهيدروكسيل جروب، وبدي أحدد مكان الدبل بوند. دائما رقم من عند الاو اتش، فواحد اثنين، فبالتالي الدبل بوند بتكون على موقع اثنين، فأنا في عندي اثنين بروبين واحد اول، الواحد هاي بديني على مكان الهيدروكسيل جروب، او تعلمنا انه هاي المجموعه هيك كامله اسمها الل، فهذا اسمه الل الكحول. كذلك الامر اذا كان في عندي بنزين، هاي البنزين عليها سي اتش 2 او اتش، يعني الاو اتش مش شابكه مباشره على البنزين، فهذا بنسميه فينل، الفينل اللي هي للبنزين. وبعدين بنسميه ميثانول اللي هو سي اتش 2 او اتش، زي كانها ايش ميثانول، فهذا بنسميه فينل ميثانول. او تعلمنا انه سي اتش 2 لما تكون شابكه على بنزين هذا اسمه بنزل، فهذا بنسميه بنزل الكحول. ناخذ كمان امثله، لو كان في عندي سي ال سي اتش 2 سي اتش 2 او اتش، فهذا المركب في عندي 2 ذرتين من الكربون عليهم او اتش، فهذا اسمه ايثانول. دائما نرقم من جهة الـ OH، فواحد اثنين على موقع اثنين في عندي كلور، فهذا بنسميه اثنين كلورو ايثانول. عندي هذا السايكليك، عندي 5 ذرات من الكربون، فبالتالي اسمه سايكلو بنتين، كونه في عندي OH بنضيف اللي هو المقطع OL، فبصير اسمه سايكلو بنتانول. هون هذا المركب عندي كربون 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 كربون، ففي عندي 4 ذرات من الكربون، في عندي هون الدبل بوند، فـ4 ذرات من الكربون وعندي دبل بوند، فهذا اسمه بيوتين. على كربوني رقم 1 في عندي او اتش، وواحد اثنين ثلاثة بتبلش الدبل بوند على الكربوني رقم 3، فهذا اسمه 3 بيوتين واحد اول. لو طلب مني العكس، معطيني الاسم وبده الاستركتشر، بنفس الاسلوب نحكي 3 مثل سايكلوهيكسانول. فانا اول شيء لازم ارسم سايكلوهيكسانول. سايكلوهيكسانول عباره عن اللي هو حلقه سداسيه، ما فيش عليها دبل بوند، هاي مش بنزين، تمام، عليها او اتش، ولكن عندي على موقع 3 في مثل، فبعد 1 2 3 وبنرسم اللي هي المثل جروب. 2 فينيل بروبانول، فينل هاي الفينل، بروبانول 3 ذرات من الكربون عليها او اتش، وعلى موقع 2 اللي هو موجود عندي الفينل اللي هي عباره عن بنزين رينج. 3 بنتينل 2 اول، هذا الكاين، تمام، على موقع 3 في عندي اللي هي تريبل بوند، والاو اتش على موقع 2. طبعا عندي بنتا اللي هو 5 ذرات من الكربون، فهي 1 2 3 4 5 ذرات من الكربون، على موقع 2 في عندي او اتش، وعلى موقع 3 في عندي اللي هي الرابطه الثلاثيه، فبنرسمه بهذا الشكل. الان تصنيف الالكحولز بيشبه تصنيف الالكيل هيلايتس. لما حكينا على الالكيل هيلايتس دائما بيكون في عندي اللي هم برايمري الكحول، سكندري الكحول، وتيرشري الكحول. طبعا هذا بيعتمد على اللي هي الكربونه، عدد المجموعات الموجوده على الكربونه اللي عليها الاو اتش. فاذا كان في عندي سي اتش 2 بمعنى اخر عندي مجموعه واحده بس من الار، هذا بنصنفه كبرايمري. اذا كان عندي سي اتش يعني عليها مجموعتين من الار، هذا بنسميه سكندري. واذا كان في عندي 3 مجموعات بمعنى اخر الكربونه هاي اللي عليها الاو اتش ما عليها ولا اي هيدروجينه، هذا بنصنفه كتيرشري. فأمثلة، لو كان في عندي CH3OH هذا بنسميه ميثيل الكحول،
تمام، مش برايمري، لانه انا في عندي ثلاث هيدروجينات، هذا نسميه مثل الكحول، زي ما كنا نسميه مثل مثل الكيل هيلايد. هون في عندي سي اتش، المجموعه اللي عليها الاو اتش هي عباره عن سي اتش، سي اتش هذا صنفناه كسكندري. عندي سي اتش 3، سي اتش 3، سي اتش 3 على الكربوني هاي، بمعنى اخر ما في عليها ولا هيدروجينه، هذا صنفناه كتيرشري. سايكلو هيكسانول، نطلع على الكربوني هاي عليها او اتش، اللي عليها الاو اتش عليها هيدروجينه واحده فقط، فهذا كمان سكندري. طبعا ننتبه هون بحاله السايكليك احتمال يرسم لي اياه بدون الهيدروجين هاي، فانا لازم اكون عارف انه في هيدروجين، لانه كل كربوني لازم تكون عامله اربع روابط، فبالتالي اذا ما كان رسم لي اياها لازم اكون عارف انه في عندي هيدروجينه، فبالتالي هذا بده يكون سكندري مش تيرشري. كذلك الامر اذا كان في عندي هذا المركب مباشره، بس بطلع على الكربونه اللي عليها الاو اتش عليها هيدروجينتين، فبالتالي هذا برايمري الكحول. فدائما البرايمري الكحول بيكون عليها سي اتش 2، سكندري سي اتش اذا كنا من نقص هيدروجين، والتيرشري بيكون ما في عندي على الكربونه ولا اي هيدروجين. نحكي الان عن تسميه الفينولز. الفينولز هي عباره عن بنزين عليها او اتش، سميناها فينول. الان اذا كان في عندي تفرع، حكينا بدنا نحدد هذا التفرع وين موجود، على موقع سميناه اللي هو هذا كان موجود على هذا المكان سميناه ميتا. طبعا اذا كان عندي فقط اللي هم تفرع واحد على الفينول، او بمعنى اخر على البنزين في عندي مجموعتين، فبنستخدم اللي هو الاورثو الميتا البارا بالتسميه. فبالتالي هون جاي على 1 2 3 4، هذا سميناه بارا اللي بنرمز له بالبي. على موقع اللي هو 4 او اللي هو البارا في عندي كلورو، وبعدين بنحط فينول. كذلك الامر هذا المركب في عندي فينول، في عندي بنزين عليها او اتش، وفي نفس الوقت عليها بي ار بي ار بي ار. بهاي الحاله في عندي اكثر من تفرع، ما بنستخدم الاورثو والبارا ولكن بنستخدم الترقيم، فبنرقم من عند الكربوني هاي اللي عليها الاو اتش 1 2 3 4 5 6. فعلى موقع 2 وعلى موقع 4 وعلى موقع 6 في عندي بي ار، فكتبنا 2 4 6، حطينا تراي. تراي بتدلني انه انا في عندي 3 بروم، تراي برومو فينول. الان اذا كانت مجموعه الهيدروكسيل جروب موجوده مع واحده من المجموعات الرئيسيه زي الكربوكسيليك اسيد او الكيتون او الالدهايد، فهي تسمى كتفرع. بنلاحظ هون كنا نسمي دائما فينول بحيث انه كنا نسميها هي الشيء الرئيسي، ولكن اذا اجت مع كربوكسيليك اسيد اللي هي CO2H، او مع الدهايد CHO، او مع كيتون تمام بدل الهيدروجين، هون مثلا يكون في عندي CH3، فبتكون دائما الاولويه للكربوكسيليك اسيد والالدهايد والكيتون، والهيدروكسيل جروب بنسميها كتفرع. فعلى سبيل المثال هذا المركب من غير الاو اتش سميناه بنزويك اسيد. الان على موقع الميتا في عندي هيدروكسي، مسميها هاي المجموعه هيدروكسي، فهذا اسمه ميتا هيدروكسي بنزويك اسيد. كذلك الامر سي اتش او، هذا عباره عن سي دبل بوند اتش اللي هو الدهايد. الان على موقع بارا في عندي هيدروكسي، فمسميه بارا هيدروكسي بنزل الدهايد. كذلك الامر هون بنلاحظ انه هون في عندي نايترو، النايترو مش من المجموعات اللي حكينا عنها هون، فبالتالي هذا بدنا نسميه فينول، وبدنا نسمي بعد الفينول المجموعه اللي هي الان او 2 على الموقع البارا بنسميه بارا نايتروفينول. غلط انه نسميه بارا هيدروكسي نايترو بنزين، هذا غلط تمام. زي ما حكينا الاولويه دائما للهيدروكسيل جروب، الا اذا كان في عندي مجموعات رئيسيه زي الكابوكسيليك اسيد والالدهايد والكيتون. اذا كانوا موجودين زي ما حكينا الاو اتش بهاي الحاله بنسميها على شكل تفرع، بنسميها على شكل هيدروكسي. نرسم هنا على سبيل المثال، طلب مني ارسم البنتاكلوروفينول. مباشرة اول ما بشوف فينول بروح برسم بنزين، حلقة سداسية فيها الدبل بوندز، بحط عليها الاو اتش، وعندي بنتاكلورو يعني في عندي خمسة ذرات. البنتا هون مش يعني بنتين، الخمسة البنتا هون بدين انه في عندي خمسة، زي لما نحكي زي ما حكينا مونو داي تراي تترا بنتا هيكسا تمام. فالبنتا بدين انه عندي خمسة كلور، فبنحط 1 2 3 4 5. لو كان عندي اورثو، الاو هاي بتدلني انه انا اورثو هيدروكسي، فمن اول ما اقرا هيدروكسي بعرف انها هي على شكل تفرع اسيتوفينول. الاسيتوفينول هو عباره عن هذا المركب هيك اللي هو عباره عن بنزين عليها سي دبل بوند او سي اتش 3 زي الاسيتون، فهذا بنسميه اسيتوفينول، عباره عن كيتون.
وعلى موقع الأورثو اللي هي مباشرة جنبها في عندي هيدروكسي جروب. عندي ميتا ايزوبروبيل فينول، فينول مباشرة برسم البنزين عليها الـ OH. على موقع الميتا في عندي ايزوبروبيل، ايزوبروبيل تعلمنا انه هذا هو شكل الايزوبروبيل اللي هو CH3CHCH3. ثلاثة هيدروكسي، خمسة نيترو بنزالدهايد، بنزالدهايد مباشرة برسم البنزالدهايد، هذا هو البنزالدهايد، بنزين عليها سي دبل بوند او اتش. على موقع ثلاثة في عندي هيدروكسي، فبحكي واحد اثنين ثلاث هيدروكسي يعني او اتش، واربعة خمسة على موقع خمسة في عندي اللي هو النيترو جروب اللي هي عبارة عن ان او تو. نيجي نحكي عن بعض خصائص الكحول، ورح نبدأ نحكي عن أهم شغلة دائما لما بنحكي عن اللي هي الالكحولز، اللي هي رح نحكي عن الهيدروجين بوندينج. دائما تعرفنا لما بيكون في عندي OH جروب دائما هاي قادرة على إنها تعمل هيدروجين بوندينج. بنعرف إنه الأكسجين الإلكترونيجاتيفيتي لإلها أعلى من الهيدروجين، فبالتالي بتكون ساحبة الإلكترونات لجهتها بشكل أكبر، فبيكون عليها partial negative charge، في المقابل الهيدروجين بيكون عليها partial positive charge. الآن لما بيكون في عندي جزيئتين من هذا المركب، نعرف إنه بيصير في عندي تجاذب بين اللي شحنته موجبة واللي شحنته سالبة، وهذا الإشي اللي إحنا بنسميه اللي هو الهيدروجين بوندينج. فالهيدروجين بوندينج إنه يكون في عندي OH تام، أكسجين عليها هيدروجين تام، في المقابل بتعمل interaction أو تفاعل مع أكسجين من مركب ثاني، فهذا بنسميه هيدروجين بوندينج. وهيدروجين بوندينج هي نوع من أنواع الانتر موليكولار فورسز اللي تعلمناها، اللي هي زي الدايبول دايبول، زي الأيون دايبول، زي الديسبيرجن او لندن فورسز. وحكينا الهيدروجين بوندينج من اقوى انواع الروابط اللي هي النون كوفالنت. بمعنى اخر انا لما بحكي عن الاو اتش هون، هاي بنسميها كوفالنت، هاي بنسميها نون كوفالنت انتر اكشن. هذه المقدره تاعت الالكحولز على انها تعمل هيدروجين بوندينج بتنعكس على كثير من خصائصها. على سبيل المثال اذا بنحكي عن البويلينج بوينت للايثانول في مقابل البويلينج بوينت للدايميثيل ايثر، الدايميثيل ايثر هو عباره عن سي اتش 3 او اكسجين بالوسط سي اتش 3، زي اكني بحكي مثل مثل، فعشان هيك حكينا دايميثيل، والاكسجين اللي بالنص بدني انا في عندي ايثر. اذا بنلاحظ انه في فرق كثير عندي بين المركبين من حيث البويلينج بوينت، الايثانول له بويلينج بوينت عاليه، في المقابل الايثر له بويلينج بوينت قليله، مع انه الاثنين فيهم نفس عدد الذرات. بمعنى اخر في عندي CH3CH2OH، يعني في عندي ثلاث ذرات من الكربون، او اسف ذرتين من الكربون، في المقابل هنا كمان عندنا ذرتين من الكربون، هنا عندنا بالتوتل في عندي 6 هيدروجين، هنا التوتل 6 هيدروجين، عندي اكسجين عندي اكسجين، فبالتالي انا عندي نفس الصيغه تمام، يعني C2H6O للمركبين، ولكن في عندي فرق عالي بالبويلينج بوينت. طبعا الفرق العالي بالبويلينج بوينت هذا بيجي بسبب الهيدروجين بوندينج. الايثانول في عندها ال OH هاي قادر تعمل هيدروجين بوندينج، فبالتالي بيكون الجزيئات مرتبطة ببعض بشكل قوي، فبحتاج درجة حرارة أعلى حتى يوصل هذا المركب للغليان. بينما بالداي إيثل أو بالداي مثل إيثر أنا في عندي أكسجين ما في عليها أي هيدروجين، فبالتالي ما في عندي هيدروجين بوندينج بهاي الحالة، فبالتالي بيكون في عندي البويلينج بوينت أقل. كذلك الأمر إذا كان في عندي للألكوحولز، كل ما بيزيد عدد الكربون بيزيد عندي المولكيولار ويت، فبالتالي بتزيد عندي اللي هي البويلينج بوينت. فالبويلينج بوينت بتزيد كل ما كان في عندي عدد الهيدروكسيل جروب أكثر، فكل ما كان عندي عدد الهيدروكسيل جروب أكثر، كل ما كان في عندي مقدرة إنه هذا المركب بيعمل هيدروجين بوند بشكل أكبر. كل ما بتزيد المولكيولار ويت إذا تساوى عدد الهيدروكسيل جروب، كل ما بتزيد عندي اللي هي البويلينج بوينت. كذلك الأمر إذا بنحكي عن السوليبيليتي، السوليبيليتي بالعادة المركبات اللي بيكون فيها OH بتعمل برضه هيدروجين بوند مع المي، فإذا بنحكي عن السوليبيليتي بالمي، كل ما كان المركب فيه هيدروكسيل جروبس أكثر، كل ما كان قادر هذا المركب على إنه يذوب بالمي. طبعا زي ما بنلاحظ هون الألكحول مع ال H2O اللي هي المي بيكون في عندي هيدروجين بوندينج، فبالتالي بيذوب هذا المركب.
ولكن كل ما بيزيد عدد الكربونات، الكربونات ما بتحب تدوب بالماء، فكل ما بيزيد عدد الكربونات بتقل الدائبية. فبالتالي إذا بيسألني بالامتحان مين أعلى سوليبريتي، مثلا الميثانول ولا الإيثانول، تمام، أو الميثانول مع السايك أو الواحد هيكسانول، بنحكي الاثنين فيهم نفس الـ OH، اللي فيه كربونات أكثر بتكون ذائبيته أقل. فبنلاحظ هنا بحكي لي زي الميثانول والإيثانول والبروبانول، هذول completely miscible مع الـ H2O، بمعنى آخر هذول مباشرة بينخلطوا مع المي. الواحد بيوتانول ما بتنخلط، ولكن إلها ذائبية، ذائبيتها 7 جرام بير 100 جرام الـ H2O. كل ما زاد عندي عدد الكربونات، انتقلنا من 4 ل 5 قلت الدائبية، إذا انتقلنا ل 6 بتقل الدائبية، وإذا رحنا ل 7 و8 و9 بتقل الدائبية بشكل أكبر. فإذا بيسألني بالامتحان عن الدائبية، بتطلع أنو مركب اللي فيه عدد هيدروكسيل جروبس أكثر، بتوقع أنه بيذوب بشكل أكبر، وكذلك الأمر اللي بيكون فيه عدد كربونات أقل. فكل ما بقل عدد الكربونات، كل ما بتوقع أنه هذا المركب بده يكون ذائبيته أعلى. إحدى الخصائص أيضا للألكوحولز اللي هي الأسيديتي والبيسيسيتي. راح نتعرف كيف الألكوحولز ممكن يتصرفوا كأسيدز وكيف ممكن يتصرفوا كبيس. قبل ما نبدأ نتذكر بس شو تعريف الأسيدز. كان في عندي تعريفين أخذناهم أساسيات بكيمياء 2. كان في عندي البرونسيد لوري أسيد، وهو كان تعريفه أي مركب بيشتغل كبروتون دونر، بمعنى اخر بيمنح البروتون، اللي البروتون هو عباره عن الاتش بلس، والبرونستيد بيس اي بروتون اكسبتر، اي مركب قادر على انه يكسب بروتون. فعلى سبيل المثال تفاعل الاتش 2 او مع الاتش سي ال، الاتش سي ال بدها تمنح البروتون للاتش 2 او، فالاتش سي ال نصنفها كبرونستيد لوري اسيد، بينما الـ H2O راح تستقبل هذا البروتون زي ما بنلاحظ هون، فهذه بنسميها برونستيد لوري بيس. طبعا جنرال فورمولا تفاعلات الاسيد مع المي، دائما HA اسيد مع H2O بيعطيني H3O بلس زائد الـ A ماينس، الـ A ماينس هاي بنسميها اللي هي زي Cl ماينس هون الكونجيجيت بيس، والـ H3O بلس هذا بنسميه اللي هو الكونجيجيت اسيد. دائما لما بنحكي عن اسيد بنحكي عن الايونايزيشن كونستنت او الاسيديتي كونستنت الكي اي، اللي هو عباره عن ايكوليبريم كونستنت، وحكينا دائما الايكوليبريم كونستنت بيساوي تركيز المواد الناتجه على تركيز اللي هي المواد المتفاعله، وحكينا دائما الاتش 2 او ليكويد هاي ما بتدخل عندي بالايكوليبريم. فدائما الكي اي بتساوي تركيز الاتش بلس او الاتش 3 او بلس مضروب بالاي ماينس على تركيز هذا الاسيد الاتش اي. طبعا دائما نحن بنحكي كي اي لما بيكون في عندي ويك اسيد. طبعا كونه عندي كي اي زي ما حكينا، اذا بنحكي عن الكي اي للمي، الكي اي للمي حسب درجه الحراره، تمام، بدها تساوي تركيز الاتش 3 بلس على الاو اتش على الاو اتش ماينس على تركيز الاتش 2 او، هذا الايكوليبريم كونستنت اللي كنا نسميه كي دبليو. طبعا كي دبليو اذا بتتذكروا لما كنا بنحكي عن كي دبليو على روم تمبرتشر، كان عندي اللي هي 1 ضرب 10 قوه ناقص 14. الان عشان نسهل عمليه التعامل مع الارقام هاي، كنا ناخذ البي كي اي، ودائما البي زي ما كنا نحكي عن زي البي اتش، البي هون اللي هي عباره عن ماينس لوغاريتم الكي اي. فعلى سبيل المثال هنا اذا كان عندي الكي اي 1.8 ضرب 10 قوه ناقص 16، البي كي اي بدها تكون اللي هي ماينس لوغاريتم هذا الرقم اللي هي بتطلع 15.774. فدائما البي كي اي بتدلني على قوه هذا الحمض. كل ما كانت البي كي اي قيمتها كل ما كانت الكي اي طبعا كل ما كانت الكي اي اصغر، كل ما كان هذا الرقم البي كي اي اعلى، كل ما كان عندي الاسيد ويكر. بمعنى اخر كل ما كان هذا الرقم البي كي اي عالي، كل ما كان عندي انا ويك اسيد، كل ما كان هذا الرقم اقل، كل ما كان في عندي انا سترونجر اسيد. التعريف الثاني اللي هو حسب لويس، في عندي لويس اسيد، وكان تعريفه اي مركب تمام قادر على انه يكسب بروتونات، فهذا يكسب الكترونات. واللويس بيس اي مركب قادر على انه يمنح الكترونات.
فبالتالي إشي دائما أي إشي بيكون شحنته موجبة بيكون عنده نقص بالإلكترونات، فبالتالي قادر على إنه يكسب إلكترونات زي تفاعل H بلس مع ال H2O. أي إشي H بلس أو أي إشي عليه بوزيتيف تشارج هذا دائما بيشتغل كاللويس أسيد، ودائما أي إشي عنده لون بير أو شحنته سالبة بيشتغل كلويس بيس. طبعا زي البي اف 3، البي اف 3 معروف انه البي في عندها empty orbitals، فبالتالي لما بتتفاعل مع الاف ماينس، الاف ماينس عندها لون بير فبتشتغل كبيس، والبي بتشتغل كاسيد كونها قادرة على انها تستقبل الكترونات. امثلة ثانية عليها زي الاف اي سي ال 3 والاي ال سي ال 3. في مركبات ممكن تشتغل اسيد وبيس بنفس الوقت بسموها امفوتريك، اللي هي زي ال H2O. ال H2O قادر انها تمنح البروتون لاي قاعدة، بنفس الوقت هي قادرة على انها تكسب بروتون لانه انا في عندي هنا الكترونات، فهي حسب تعريف اللي هو لويس قادرة على انها تاخذ بروتونات وفي نفس الكترونات، وقادرة في نفس الوقت على انها تمنح الكترونات، فهي بتشتغل كأسيد وبتشتغل كبيس. وهذا الاشي بيشابه برضو اللي هو الالكحولز، راح نشوف الالكحولز ممكن تشتغل كأسيد وممكن تشتغل كبيس. الان اذا بدي اصنف هاي المركبات كلويس أسيد او لويس بيس، زي ما حكيت اي شيء بده يكون عليه بوزيتيف تشارج هذا بيكون عبارة عن لويس أسيد، فمباشرة الاشياء اللي عليها بوزيتيف تشارج هاي لويس أسيد، الاشياء اللي عليها نيجاتيف تشارج هاي بدها تكون لويس بيس، الاشياء اللي عندها لون بير زي الان اتش 2 دائما الامينز هذه بتكون عباره عن اسيد الا اذا كانت على شكل ان اتش 4 بلس، تمام، فبتصير بهاي الحاله لويس اسيد. بس بهاي الحاله موجود عندي هون اذا كان ما في عليها شحنه، فعن النيتروجين هون في عندها لون بير، النيتروجين هاي في عندها لون بير، الاكسجين هاي في عندها لون بير، فبالتالي هذول كلياتهم بيشتغلوا كلويس بيس. البي دائما البورون هذه من الاتومز اللي بتشتغل كلويس اسيد، اتش ماينس ماينس معناته هاي بدها تكون تشتغل كبيس. الان نيجي نحكي عن الالكحولز، الالكحولز عباره عن ويك اسيدز بمعنى اخر هم بيفقدوا هذا البروتون، ولكنهم ويك اسيدز بمعنى اخر ما بيحبوا انهم يخسروا هذا البروتون بسهوله، فعشان هيك بتكون البي كي ال لهم عاليه. فاذا كان في عندي ار او اتش دائما هذا بيشتغل زي ما حكينا كأسيد، بيخسر الكترون بيعطيني الكوكسايد ار او ماينس زائد اتش اتش بلس. فينولز ار سترونجر اسيدز، هم اقوى كأسيدز من الاليفاتيك او من الالكحولز العاديين، والسبب بذلك انه لما بتفقد البروتون يصير في عندي ار او ماينس، تمام، اللي هي الار هون بهي الحاله بنزين، بيكون في عندي conjugation بمعنى اخر الالكترونات كلياتها بتكون داخله مع بعض، بمعنى اخر بامكاني انه انقل هذول اللون بير هون اعمل دبل بوند ويصير في عندي ماينس هون، او يكون في عندي اكثر من ريزونانس ستراكشر. الريزونانس هاد بيعمل stabilization للنيجاتيف تشارج، هذا الريزونانس مش موجود بالنسبه لحاله الالكحول، فبالتالي دائما البي كي اي للالكحولز بتكون اعلى من البي كي اي للفينولز، او بمعنى اخر الفينولز دائما بيكونوا سترونجر كاسيد. واذا بنحكي عن الكي اي، الكي اي للفينولز بدها تكون اعلى، طبعا احنا لما بناخذ الماينس لوك بتنعكس الاشاره هون، بمعنى اخر اللي الكي اي له عاليه بتصير البي كي اي له قليله، انه احنا بناخذ ماينس لوجاريتم. فإذا الالكحولز ممكن يشتغلوا كأسيدز. هون عندي جدول في بعض الالكحولز مع قيمة البي كي اي لإلهم، زي ما حكينا كل ما كانت البي كي اي عالية كل ما كان هذا عندي ويك أسيد، فبالتالي الووتر معروف انه ويك أسيدز. الالكحولز بيكونوا شوي اقوى ولكنهم ما زالوا ضعاف، ايثانول الكحولز ووتر تقريبا إلهم نفس البي كي اي، تيرشري بيوتيل الكحول تمام له برضه بي كي اي عاليه. لما بنبلش نحط عليهم مجموعات بتسحب الكترونات بتصير الاسيديتي تزيد، بمعنى اخر البي كي اي بتقل، زي ما بنلاحظ هون
لما بيكون في عندي على الكربون هاي في عندي ثلاثة فلورين اتومز، الفلورين اتومز معروفين انه لهم نيجاتيفيتي الكترونيجاتيفيتي عالية فبيسحبوا الالكترونات، فبالتالي بصير في عندي هون بارشل بوزيتيف تشارج، وبصير على الاكسجين اللي هي بعد ما تفقد البروتون او اتش ماينس. البوزيتيف تشارج هاي كل ما بيكون في عندي مجموعات بتسحب الكترونات فبتزيد البوزيتيف تشارج، البوزيتيف تشارج هاي بتعمل ستيبلايزيشن للاو ماينس فبتزيد الاسيديتي. فدائما اذا مثلا اعطاني هذول الثلاث مركبات وحكى لي مين اقوى واحد فيهم كحمض، دائما اللي بيكون في عنده مجموعات تسحب الكترونات زي الفلور بيكون اقوى. فاذا كان عندي هون بدل ثلاثة اثنين بصير اضعف، اذا كان في عندي واحدة بصير اضعف، فكل ما بزيد برضو عدد الفلورات الفلورين اتومز تمام كل ما كان هذا اقوى كحمض. زي ما حكينا الفينولز اقوى من النورمال الكحولز فبالتالي البي كي اي لهم اقل، كذلك الامر كل ما كان عندي على البنزين مجموعات بتسحب الكترونات زي النايترو جروب كل ما قلت البي كي اي، بمعنى اخر بصير سهل انه افقد هذا البروتون زي اللي هو النايترو فينول. اذا زدنا عدد المجموعات هاي زي يكون في عندي اللي هو تراي نايترو فينول بنلاحظ انه هذا المركب صارت البي كي اي له جدا قليله، بمعنى اخر دائما هذا المركب اذا ما يكون موجود في المي راح يخسر هذا البروتون يكون في عندي هنا او ماينس. إذا كملخص الالكحولز دائما البي كي ال لهم عالي، بمعنى اخر هم ويك اسيدز ما بحبوا يخسروا البروتون اللي عندهم. الفينولز اقوى كالكحولز اقوى كاسيدز من 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 الفينولز اقوى كاسيد من الالكحولز العاديين. الان عشان نزيد قوة الحمض او نزيد الاسيديتي لازم يكون في عندي مجموعات تسحب الكترونات زي الفلور على سبيل المثال بحالة التراي فلورو ايثانول، لاحظنا انه مقارنة مع الايثانول نزلت البي كي اي، بمعنى اخر صار هذا اقوى كحمض. كذلك الامر بالنسبة للفينول كل ما كان في عندي مجموعات بتسحب الكترونات زي النايترو جروب، طبعا المجموعات اللي بتسحب الكترونات عشان نعرفها هي نفس المجموعات اللي كنا نحكي عنها لما كنا نحكي عن الميتا دايركتنج جروب، المجموعات اللي بتودي على البوزيشن تاع الميتا دائما هاي بتكون الكترون withdrawing groups، بمعنى اخر الكترونات بتسحب الكترونات مجموعات بتسحب الكترونات، فكل ما سحبت الكترونات اكثر كل ما قلت البي كي. هون عندي امثله بحكي لي على سبيل المثال رتب هاي المركبات حسب اللي هي الاسيديتي، عندي 2 كلورو ايثانول هذا الشكل تاع ال 2 كلورو ايثانول، عندي البارا كلورو فينول، عندي البارا ميثيل فينول، وعندي الفينول العادي وعندي ايثانول. طبعا زي ما حكينا اول شيء مباشره الفينولز بشكل عام الاسيديتي تاعتهم اقوى، فالفينولز هذول بدهم يكونوا اقوى كاسيدز من الاثنين كلورو ايثانول واقوى من الايثانول لحالها. الان اذا بدي اقارن بين الاثنين كلورو ايثانول والايثانول في عندي كلور، الكلور بتسحب الكترونات فبالتالي هذا بده يكون اقوى كحمض من الايثانول العادي، فبالتالي الايثانول العادي بده يكون اضعف شيء بعدين الاثنين كلورو ايثانول. بعدها بنيجي على الفينولز، عندي فينول عادي، فينول عليه مجموعه سي اتش 3، فينول عليه مجموعه اللي هي السي ال. طبعا السي اتش 3 سبق وحكينا عنها هي من المجموعات اللي بتعطي الكترونات، كونها بتعطي الكترونات فهي بتزيد البي كي اي، لانه احنا حكينا المجموعات اللي زي السي ال اللي بتسحب الكترونات بتقلل البي كي اي، طبعا لما بتقلل البي كي اي بيصير عندي اقوى حمض، فبالتالي عندي لما يكون عندي سي ال او الكلوروفينول هذا بيكون اقوى حمض. بعديها الفينول العادي، لانه لما بقارن بين الفينول والمثل المثل فينول زي ما حكينا المثل بتعطي الكترونات بتقلل قوة الحمض فبالتالي بتزيد البي كي اي، فالفينول بده يكون اقوى من المثل فينول، وبعدين بيجي عندي المثل فينول، بعدين زي ما حكينا 2 كلورو ايثانول، واخر شيء بده يكون في عندي الايثانول. اذا عشان اصنف دائما زي ما حكينا بناخذ اللي تعون الفينول لحال واللي النورمال الكحولز لحال. النورمال الكحولز اللي بيكون عليها مجموعات بتسحب الكترونات بتصير اقوى كحمض، فهون على سبيل المثال اذا كان عندي بدل الكلور درتين كلور بده يكون لسه اقوى من هذا، واذا كان في عندي فلور بدل السي ال بده يكون لسه اقوى. لما يكون عندي فينول بطلع على المجموعات الموجوده عندي، البنزين دائما بيكون بالوسط، المجموعات اللي بتعطي الكترونات بتكون ضعيفه، المجموعات اللي بتعطي اللي بتسحب الكترونات بتكون قويه، فبالتالي الفينول دائما بالوسط وهذا اقوى وهذا اضعف من الفينول العادي.
كذلك الأمر زي ما حكينا، إذا الألكحولز عبارة عن ممكن تشتغل كأسيدز، فبالتالي إذا بنفعلهم مع صوديوم هيدرايد، صوديوم هيدرايد معروف كسترونج بيس، بالعادة بيروح بيهاجم الهيدروجينة مع الهيدروجينة، بتطلع على شكل H2 وبتشكل عندي صوديوم ألكوكسايد، بصير عندي O ماينس والصوديوم اللي هي بوزيتيف تشارج. كذلك الأمر هذا التفاعل بيتم مع الفينولز، الفينولز مع صوديوم هيدروكسايد، هذا بيشتغل كأسيد، هذا بيشتغل كبيس، بيطلع عندي اللي هي الاتش مع الاو اتش على شكل H2O، دائما بنشيل البروتون مع الاو اتش ماينس، وبصير في عندي بدال الاتش اللي هي الان اي بلس، اللي هو هذا بنسميه صوديوم فينوكسايد. الان زي ما حكينا الالكحولز والفينولز ممكن يشتغلوا كبيس كونه في عندي الاكسجين، والاكسجين هاي في عندها اللون بيرز، بمعنى اخر هاي اللون بيرز قادرة انها تعمل او تهاجم اللي هو البروتون، فقادرة انها تكسب البروتون. فبالتالي زي ما حكينا عنهم هم انه الالكحولز والفينولز بيشتغلوا كاسيدز، في نفس الوقت هم ممكن يشتغلوا كبيس، بمعنى اخر هم يستقبلوا بروتون زي ما بنلاحظ هون مع اتش بلس، دخل عندي اللي هي الاتش وصار الاكسجين عليها بوزيتيف تشارج. أول رياكشن وهو من التفاعلات اللي سبق وحكينا عنها بالجزء العملي من المادة، اللي هي dehydration of alcohols، وحكينا dehydration، كلمة dehydration معناتها إنه أسحب مي، أو اللي هي elimination of H2O من الألكحولز، وبعد ما نعمل dehydration بنحول الألكحول من بنحول الالكحولز للالكين، وهي كانت تجربة اللي عملنا فيها تحضير للسايكلوهيكسين من السايكلوهيكسانول. طبعا كونه دائما نحكي عن الاليمينيشن، راح نرجع نتذكر اللي هم الالكيل هيلايد، حكينا دائما بتفاعلات الاليمينيشن عندي تو ميكانيزمز، اما اللي هي الاي 1 اللي هي بتتم بتو ستيبس، او الاي 2 اللي هي بتكون عباره عن 1 ستيب. وحكينا دائما الاليمينيشن تمام بيعتمد على الكلاسيفيكيشن، فبالتالي الاي 1 دائما بفضل اللي يكون عندي تيرشري او سكندري الكحول، بالE2 بفضل يكون في عندي primary alcohol. فبالتالي عشان أعرف التفاعل هذا تاع اللي هو dehydration أو elimination of water تاع الألكحولز، إذا كان عندي tertiary alcohol فهذا E1، إذا كان في عندي primary alcohol فهذا E2. الآن شو الـ elimination reaction؟ زي ما حكينا الـ elimination reaction بهاي الحالة تاعت الألكحول إني أجي على المركب وأسحب منه H2O. بمعنى آخر راح نيجي على مثال، على سبيل المثال في عندي اللي هو التيرشري الكحول، هاد راح نيجي نسحب منه او اتش، وراح نيجي نسحب هيدروجينه من واحده من المجموعات اللي هي الموجوده جنبه، ونرسم بدالها اللي هي الدبل بوند. طبعا لما نحكي عن اي 1 زي ما حكينا عباره عن تو ستيبس، دائما هذا النوع من الرياكشن بيلزمني يكون في اسيد، هذا الاسيد شو بيعمل؟ بروح بيشبك على الـ OH، بصير عندي H2O، H2O is a good leaving group، بتطلع وبتشكل عندي كاربوكاتيون، وهذا نفس الشيء اللي كنا نحكيه دائما بالـ E1، بتشكل عندي دائما كاربوكاتيون. الآن هذا الكاربوكاتيون هو عبارة عن كربون عليها CH3CH3CH3، إحنا الآن زي أكني سحبت الـ OH، بضل علي أسحب الـ H، فبروح على أي وحدة من الكربونات المجاورة لإلها، بشيل منها هيدروجينة، وبحط بدالها اللي هي دبل بوند، فبيطلع عندي اللي هو هذا الالكين. بحاله البرايمري هذا الرياكشن بيتم ب 1 ستيب، دائما نفس الشيء بيلزمني اتش بلس، الاتش بلس بتعمل بروتونيشن للاو اتش، بصير عندي H2O على اساس انه هاي تصير جود ليفنج جروب. بعدين شو بصير؟ بدي افقد اللي هي هيدروجينه، دائما الهيدروجين بنفقدها مش من الكربونه المباشره اللي على الاو اتش، من الكربونه اللي بعديها. فبالتالي راح نشيل هاي الهيدروجينة، راح نشيل الـ OH ونرسم هنا دبل بوند مباشرة. بالتالي بمعنى آخر أنت إذا بدك تبسط على حالك، وإحنا ما بلزمني لما يكون السؤال أكمل التفاعل ما بلزمني أدخل بالتفاصيل، مباشرة لما تشوف هذا النوع من أنواع التفاعل الكحولز مع H بلس، مباشرة بتيجي على الـ OH بتشيلها، وبتيجي على الكربونة اللي بعد الكربونة اللي شابك عليها الـ OH بتشيل منها هيدروجينة، بصفي في عندك CH2CH2، أكيد CH2CH2 بده يكون في بيناتهم اللي هم دبل بوند.
طبعا دائما التيرشري الكحول اسهل انه يصير لهم من السكندري من البرايمري. زي ما حكينا الاوفر اول رياكشن، انا لازم احدد الاو اتش اللي بدي اشيلها، وبدي اجي على وحده من الكربونات اللي جنبها، اما هاي او هاي او هاي، واشيل الهيدروجينه والكربونه وارسم بيناتهم اللي هي ايش، دبل بوند. كذلك الامر هون بدنا نشيل الاو اتش والاتش ونرسم بيناتهم اللي هي دبل بوند. طبعا هذا التفاعل زي ما حكينا دائما بده كاتاليست، الكاتاليست عباره عن اللي هو الاتش بلس، واذا بتتذكروا بحاله السايكلوهيكسانول كنا نستخدم الاتش 3 بي او 4. الان اذا كان في عندي مركب من هذا الشكل، اثنين مثل اثنين بيوتانول عباره عن اربع ذرات من الكربون، في عندي او اتش هون وبدي وعندي اتش بلس وهيت، بمعنى اخر انا لازم اعمل اليمينيشن. عندي الان خيارين، احنا بدنا نشيل هاي الاو اتش وبدنا نشيل اتش من الكربونه اللي جنبها، ولكن في عندي اما بشيل من هاي الكربونه او بشيل من هاي الكربونه، فبالتالي في عندي خيارين. الخيار الاول اذا شلنا هاي الهيدروجينه راح نرسم الدبل بوند هون، فبالتالي هذا راح يكون اول ناتج، او اذا شلنا من الهيدروجين اللي هون بمعنى اخر شلنا الاو اتش مع الاتش هاي، راح يصير في عندي هون اللي هي الدبل بوند، فبيطلع عندي مركبين. اذا بنتذكر لما كنا نحكي عن الالكيل هيلايدز وكنا نحكي عن تفاعلات الاليمينيشن، حكينا دائما الالكين اللي بيكون مور سبستيتيوتد او الدبل بوند اذا بتكون بالوسط بيكون هذا هو المور ستيبل. فبالتالي اذا بقارن بين هذول المركبين، هون عندي الدبل بوند على الطرف، هون عندي الدبل بوند بالوسط، بمعنى اخر الدبل بوند عليها اكثر تفرعات، فبالتالي هذا دائما بيكون هو الميجر برودكت، او اللي هو راح تكون كميته اكبر من هذا التفاعل. في المقابل هذا المركب بدها تكون كميته اقل. كذلك الامر لو كان عندي مثلا هذا المركب بدي افعله مع H2SO4 اللي هو عباره عن اسيد، فانا بحكي عن elimination reaction. الان عندي الخيارات اللي هي اما بحذف من CH2 هاي او بحذف من CH3، طبعا اللي ملونين بالاحمر سواء على الجهه اليمين او على الجهه اليسار هم متماثلين، فبالتالي بعطوا نفس الناتج. فاذا عندي صفة خيارين، اما منشيل من هاي الهيدروجينه او منشيل هاي الهيدروجينه. الان اذا شلنا من هاي الهيدروجينه بده يكون عندي هذا هو الناتج، اذا شلنا من السي اتش 3 بده يكون عندي هذا هو الناتج. زي ما حكينا كل ما كانت الدبل بوند بالوسط في عليها تفرعات اكثر، هذا بيكون هو عباره عن الميجر برودكت.